بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه الميامين المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف معكم في هذه الليلة الوقفة التضامنية مع فيصل جواد الغريفي، والد الشهيد الطفل ساجدة، الذي يرزح الآن خلف قضبان السجون الخليفية بعد فصله من عمله تعسفاً، ويعيش الآن من أجل مظلومية الشعب ومن أجل إحقاق الحق لقضيته العادلة وحقوقها المشروعة التي انتزعت قسرا من هذا الشعب الصابر الذي سيواصل مسيرته أبد الدهر حتى يأذن الله بنصره. حينما نعوذ للذكريات الأليمة لهذا الشعب، نستذكر قصة الشهيدة ساجدة التي وأدها الظلم وهي في مهدها، وغيب محاسن طفولتها البريئة، ولا يزال والدها المعتقل ظلما يعيش قصة مأساة وشهادة هذه الطفلة التي لم تعرف الذنب، وذنبها لدى السلطة أن أباها وغيره من أبناء هذا الشعب طالبوا بحقوقهم المشروعة وقالوا كلمة حق أمام سلطان جائر يريد أن يمضي بنا نحو العصور الوسطى لنعيش العبودية المطلقة. حاربها الإسلام منذ ظهوره وجعل البشر سواسية في الحقوق والواجبات. إن وقفتنا التضامنية في هذه الليلة هو تجديد للعهد. معتقلينا وشهدائنا وأبا ساجدة أحدهم، وهو ممن قدموا التضحيات المتواصلة من أجل هذا الوطن، وواسى أخواته وإخوانه في معاناتهم، ونحن بدورنا أيضا نشاركه وأهله الألم، لأننا يربطنا مصير واحد وألم واحد ومعاناة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأجساد بالسهر والحمى. في الختام نسأل الله له الفرج ولجميع أسران الصابرين المحتسبين، ونسأل الله النصر المحتوم الذي وعد به عباده، والنصر لكل المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه سميع مجيب للدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.